قيل لنا أنه خلال عدة أشهر مضت أنبتت مزارع قديمة لشجر الكيكب حوالي 1000 تفاحة زائدة عن منافسها الرئيسي في المنطقة، أي مزارع الربيع الأخضر. وبسبب الجو البارد هذا العام، فإن المزارعين في كلا المزرعتين كانت همتهم أقل بمقدار 1/3، ولهذا السبب قامت المزرعتين بالتعويض لبعض النقص عن طريق دفع كميات متساوية من التفاح من المزرعتين في الولايات المجاورة. ماذا يمكنك أن تقول عن عدد التفاح المتوفر في كل مزرعة؟ هل يوجد في مزرعة تفاح أكثر من المزرعة الأخرى، أو هل لهما نفس الكمية؟ كيف أعرف؟ إذا دعونا نعرف بعض المتغيرات هنا. دعونا نضع M نسبة لعدد التفاح في مزارع القيقب. إذا سنضع M نسبة إلى عدد التفاح في مزارع القيقب. وما هي المزرعة الأخرى؟ إنها الربيع الأخضر. دعونا نضع R. R تساوي عدد التفاح في مزرعة الربيع الأخضر. إذا الجملة الأولى قيل لنا، دعوني أفعل هذا بلون مختلف. قيل لنا أنه في الأشهر القليلة الماضية أنبتت مزارع القيقب حوالي 1000 تفاحة إضافية عن منافسها الرئيسي في المنطقة، أي الربيع الأخضر. إذا بإمكاننا أن نقول أن مزرعة القيقب القديمة تقريبا، أو إم تقريبا تساوي 1000 زائد R، أو بما أننا لا نعرف الكمية الدقيقة حيث قيل لنا حوالي 1000 ثمرة إضافية، لذا نحن لا نعلم فيما إذا كانت 1000 ثمرة بالضبط. يمكننا أن نقول أنه في السنة الطبيعية فإن مزارع القيقب والتي سميناها بأم أنتجت كمية من التفاح أعلى من الربيع الأخضر. إذا في السنة العادية تكون M أكبر من R، حيث أنها تنتج 1000 إضافية عن مزارع الربيع الأخضر. الآن قيل لنا أنه بسبب الجو البارد هذا العام، لذا دعونا نتحدث عن هذا العام الآن، كانت همة الحصادين في كلا المزرعتين أقل بمقدار 1/3، ثبطت همتهم بمقدار 1/3. إذا هذه ليست سنة عادية. دعونا نتحدث عن ماذا سيحدث هذه السنة. في هذه السنة كل من هذه القيم ستكون أقل بمقدار 1/3. الآن إذا قلت القيمة بمقدار 1/3 فإن هذا يعادل أن تكون كما كانت عليه سابقا 2/3. دعوني أطرح مثالا، إذا كنت أقف على X وابتعدت بمقدار 1/3 X، فسيتبقى لدي 2/3 X. إذن النزول بمقدار 1/3 يعادل ضرب المقدار ب2/3. إذا ضربنا كل من هذه الكميات ب2/3 ستبقى إشارة عدم المساواة هذه، لأننا نفعل نفس الشيء لطرفي المتباينة ونحن نضرب بعدد موجب. إذا كنا نضرب بعدد سالب سيكون علينا أن نقلب المتباينة. يمكننا أن نضرب كلا الطرفين ب2/3. إذا 2/3 M ستبقى أكبر من 2/3 R. وكذلك يمكنك أن ترسم ذلك على خط الأعداد إذا كنت ترغب. دعونا نفعل هذا على خط الأعداد. ربما أن كل هذا بديهي بالنسبة لكم، وإذا كان كذلك أعتذر، لكن إذا لم يكن كذلك فلا تقلقوا. إذن ذلك هو الصفر على خط الأعداد. إذن في السنة العادية تنتج M بمقدار 1000 أعلى من R. إذن في السنة العادية ربما أن M تكون هنا و R تكون هنا.
لا أعلم، دعونا نفترض أن R تقع هنا. الآن إذا أخذنا 2/3 من M فإن ذلك سيوصلنا إلى مكان ما هنا، لا أعلم، 2/3 تقع هنا. إذن هذا هو M، سأكتب هذا هو 2/3 M. وماذا سيكون 2/3 من R؟ حسنا، إذا أخذنا 2/3 من هذا فسوف نصل إلى هنا، ذلك هو 2/3 R. يمكنك أن ترى أن 2/3 R ما زالت أقل من 2/3 M. الآن قيل لنا أن كلا المزرعتين قامت بالتعويض عن التقصير عن طريق دفع شراء متساوية من التفاح من المزارع في الولايات المجاورة، لذا دعونا نقول أن كمية التفاح الذي تم شراؤه من قبل المزارعين يساوي A. إذن A تساوي كمية التفاح الذي تم شراؤه من قبل المزارعين. إذا قيل لنا أن كلا المزرعتين قد اشتروا نفس الكمية، لذا يمكننا أن نضيف A لطرفي هذه المتباينة، وهذا لن يغير من المتباينة. وطالما أنك تضيف أو تطرح نفس الكمية لكلا الطرفين فإنه لن يغير من المتباينة. إذا أضفنا A لكلا الطرفين سنحصل على A زائد 2/3 M أكبر من 2/3 R زائد A. هذا هو المقدار الذي تمتلكه مزارع القيقب القديمة بعد شراء التفاح، وهذا المقدار الذي تمتلكه الربيع الأخضر. إذن بعد كل شيء تم قوله وفعله، فإن مزارع القيقب القديمة لا زالت تمتلك كمية التفاح الأعلى، ويمكنك أن ترى ذلك هنا. مزارع القيقب في السنة العادية، أما هذه السنة كان لدينا 2/3 من الإنتاج، لكن لاحقا قامت بشراء A تفاح، وقد عرفنا ما تمثله A، لذا قد عادوا إلى السنة العادية. دعونا نفترض أنهم عادوا إلى الكمية العادية، إذن ذلك هو عدد التفاح الذي تم شراؤه، وبهذا قد عادوا إلى M. الآن أيضا R قد اشتروا A من التفاح، إذن هذا يكون نفس المسافة، أي A إذا سرت على استقامة هنا فستقودك إلى هنا تقريبا. إذن مرة أخرى هذا، دعوني أفعل هذا بشكل مختلف قليلا لأنني لا أفضل التداخل، لذا دعوني أفعله بهذه الطريقة. دعونا نفترض أن هذا M، إنني أنسى أسماؤها، اشترت مزارع القيقب القديمة A من التفاح حتى تزيد من إنتاجها، إذن هذا A تفاح، لكن R أيضا اشتروا A تفاح، لذا دعونا نضيف نفس المقدار ذلك، سوف أنسخه وألصقه، إذن هو نفس المقدار تماما. إذن R أيضا اشتروا A تفاح، اشتروا نفس ذلك المقدار. إذن عندما نقول أن R سوف يحصلون على نفس عدد التفاح في السنة التي يكون فيها الإنتاج أقل، لكنهم قد اشتروا، إذن هذه القيمة هي A زائد 2/3 R، أو 2/3 R زائد A، هذا ما تمتلكه الربيع الأخضر. ثم إن مزارع القيقب القديمة تمتلك هذه القيمة وهي 2/3 M زائد A.
كل شيء تم قوله وفعله. مزارع القيقب القديمة لازالت تمتلك تفاح أكثر.